حياكم الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي أن الحكومات المتعاقبة جمدت عمل الشركات العامة وأن أغلب المشاريع فيها عبارة عن حبر على ورقة. قالت الموسوي إن الشركات العامة متواجدة شكليا فقط، البعض منها متلكئة وتم تجميدها من قبل الحكومات المتعاقبة، وأضافت أن ضعف القانون أدى إلى تغييب دور شركات القطاع العام، كما أن أعداد الموظفين المهول أدى إلى ترهل هذه الشركات، وأن أعضاء مجلس النواب كانوا أحد أسباب الترهل الوظيفي في بعض الوزارات من خلال التعيين غير المدروس، ما أدى إلى تضخم حجم الأجور على حساب تفعيل دورها. كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بأن استيرادات العراق سنوياً في القطاعين الحكومي والخاص بلغت أكثر من 100 مليار دولار، ربعها يذهب كرأس مال مهرب. وقال صالح إن حجم الاستيرادات الحكومية يبلغ نحو 70 مليار دولار سنوياً في الظروف الطبيعية، مشيراً إلى أن استيرادات القطاع الخاص قد تبلغ 35 مليار دولار، وبيّن أن فواتير السلع المستوردة كانت تضخم بنسبة تصل إلى 25%، أي تضخم حيث تخرج هذه النسبة كرأس مال مهرب. دعت اللجنة المالية النيابية إلى مراعاة موضوع تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار في الموازنة، فيما أشارت إلى أنه سيحدث فرقاً كبيراً لأن العراق يبيع النفط بالدولار. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إنه من الضروري أن تراعي الحكومة هذه النقطة في اختلاف أسعار الصرف، مشيراً إلى ضرورة مراعاة موضوع تفعيل القطاعات الأخرى والواردات غير النفطية. وبيّن الكرعاوي أن العراق يبيع النفط بالدولار وأن الإنفاقات بالدينار العراقي، مما سيحدث فرقاً كبيراً في الموازنة. كشف خبراء اقتصاديون عن تراجع استيراد السلع بنسبة 75% بسبب انخفاض مبيعات الدولار من البنك المركزي العراقي. وبحسب الخبراء فإن انخفاض المتوسط الشهري لمبيعات البنك المركزي العراقي من 4 مليارات دولار عام 2022 إلى ملياري دولار في الشهر الماضي أدى إلى تراجع الاستيرادات السلعية بنسبة وصلت إلى 75% وإلى السحب من المخزونات الاستراتيجية للتجار. أكد خبراء في سوق بيع وشراء الدولار عودة الجمود المصطنع لبيع وشراء الدولار في بورصة ديالى. وقال الخبراء إن أغلب مكاتب الصرافة في معقوبة تحجم عن بيع الدولار حتى الآن بذريعة عدم توفر سيولة، لكنها تبيع لزبائنها بأسعار تصل إلى 150 ألفاً لكل 100 دولار، وتشتري من المواطنين بأسعار تتراوح من 135 إلى 140، أي أن الفارق 10,000 دينار، وبعض الأحيان يصل إلى 15,000 دينار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادلة.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.